هو فيه ساعة ظهور العذراء من قيمة 4 أشهر كان أبونا اتصل بينا، لأن بحكم إن بيتي قريب للكنيسة، وقال العذراء منتظر فوق الكنيسة. فجيت أنا وكام واحد وطلعنا فوق سطح الكنيسة للمعالي، فشفنا العذراء منتظر. الكنيسة الأثرية كانت مقفولة، البيبان والشبابيك بتاعتها مقفولة، وإحنا واقفين فوق سطح الكنيسة لقينا الكنيسة متولى وتطفي وحديها، والبيبان مقفولة. يعني اثناء ظهور العذراء فوق المكان، الكنيسه الاثريه اما تولع النور فيها يولع جوه ويطفي وحده كذا مره. ويعني دي شفناها كنت انا وانا كم واحد خادم. برضه كان حصل معجزه قبل كده، ان كان فيه راجل من سوهاج، يعني كان بيزور الكنيسه وكان تعبان وكده، فجه ركع قدام المذبح الاسري وصلى، فكان متعكس على عكازين جم يقوموه، ف وقف يعني وسندوه وقف وسبع عكاز ومشى. وفي يعني ناس وقفت ضد الكنيسه، ف يعني كانت تعدت على الكنيسه بعض الفاظ، فربنا يتعامل معاها بسرعه يعني. فهنا حصلت. وكان في مره واحد جاي يزور الكنيسه، فطلب من ابونا ان هو يفتح الكنيسه الاثريه ويزور، فابونا فتح له الكنيسه الاثريه يزور، لقوا طائر على شكل حمامه ضخم كبير، يعني يعني مش شكل طائر، هو الهيئه من بره طائر، لكن العينين عينين انسان، يعني كان شكله غريب، يعني حتى استغرب من شكل الطائر. وفي معجزه، يعني صوره العذراء في الكنيسه الاثريه، يعني بان في نهضه العذراء اللي عدت بدا يبان فيها بقع زيت، حتى جه سيدنا الانبا ديمتريوس وسيدنا الانبا يونس وشافوا بقع زيت في الصوره نفسها من جوه القزاز. فيعني كان بركه كبيره.